السلام عليكم. اليوم حبيت نروح للميدان الفلاحي ونعرفكم بشباب تحذوهم إرادة قوية لرفع التحديات للاستثمار في الجنوب الجزائري، وخاصة في المنطقة هذه تاع تيميمون اللي اليوم نعرفكم بهذه التجربة نتاع هذا الشباب الطموح، الشباب الجزائري الذي لا يعني ما عندهمش، كسروا الفران والمرشاريات، كسروا عاد يعني المضي إلى الأمام والثقة في الله سبحانه وتعالى وفي إمكانياتهم يعني وفي الدولة الجزائرية التي ترافق هذه الإرادات وهذه يعني الشباب الذي الآن أصبح يتحدى هذه المساحات، مئات الكيلومترات ومئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية القاحلة في الصحراء بفضل جهودهم وعبقريتهم وبفضل الإرادة القوية التي تحذوهم في الاستثمار في هذه المساحات الشاسعة في الجنوب الجزائري. إذا في هذا الإطار خليكم تتابعوا هذه التجربة الرائدة لشباب تحدوا ونجحوا في هذا التحدي تاعهم يعني في مجابهة العوامل القاسية في الصحراء يعني واستثمر ورجعوها يعني الجنة بعد ما كانت أرض قاحلة. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول تحديات الشباب والإطارات الجزائرية في الميدان الفلاحي في إنتاج يعني كل ما هو خيرات في هذه المناطق الصحراوية. إذا التجربة من ولاية تيميمون، والسلام عليكم. لا كهرباء لا ماء، وأقرب نقطة للريزو 8 كيلومتر. أنا هنا شفت مع صاحبي وعرفنا بدي المهمة حقيقة مش حتكون سهلة. رحلة التحدي، لقد كانت التحديات كبيرة وعسيرة. فقد كان على عاتق شركة الواحات الزراعية أن يقطعوا مسافات بعيدة بكل ما فيها من مشاق وأخطار. لقد كان تحدي المسافة وحده قادرا على تثبيت الهمة واختلاف الكلمة، لكن للصعاب رجال. وعلى الفور ضربوا أول عمود في خيمة الثبات. بعد دراسة المشروع دراسة معمقة وشعنا في تنفيذه، أول خطوة ركزنا عليها اللي هي إنشاء قاعدة حياة تتوفر على جميع متطلبات الحياة. وإيمانا بأن اليد العاملة هي خير استثمار وهي أداة البناء الحقيقية، فكان أول ما بدأت به الشركة إنشاء قاعدة الحياة، قاعدة توفرت فيها كل أسباب العيش والاستقرار والراحة ليكون طاقم العمل على أهبة الاستعداد. الأولى جينا في الصيف حضرنا الأرضية توسكي كابلاج أليمونتاسيون، وجينا المرة هذه عملنا لي برونشمون تاع لي جروب، وإن شاء الله وبعون الله المرحلة القادمة في ليتود تاع البروجي هذايا اللي هي باش نروحوا للطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية، باش نبدو نخدموا باللي فوتو فولتايك. قد كان في مقدمة أولوياتهم التحول من الطاقة غير النظيفة إلى الطاقة النظيفة، وأن تكون الطاقة الشمسية هي الطاقة الأم في المستقبل القريب لبيئة نظيفة آمنة. شيف يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، سي تري جونتي، ما شاء الله ما شاء الله، دوبيا ما شاء الله. كانت السمة البارزة لطاقم العمل الاتحاد والتفاني، فكل فرد فيهم يعرف ضرورة البذل والجهد والتفاني لنجاح المهمة، وقد كان ذلك بالفعل.
والعناء وكاد التعب يتغلب عليهم، إذا بينبوع الماء يتفجر ليحيي المشاعر والآمال قبل أن يحيي الصحراء. أول لحظة اللي خرج فيها الماء سبحان الله، يعني كانت لحظة لا توصف. وصدق الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشركة العالمية فالي، احنا الممثل الرسمي هنا في الجزائر، نقوم بتوزيع وتصنيع هذه المرشات المحورية في الجزائر. وتحدي كبير اللي داروا أخ عادل فيما يخص المشروع تاعه، المشروع تاعه ينمو شيئا فشيئا، انطلق بثلاث مرشات محورية، الآن حيصد إن شاء الله يضاعف المرشات يحول الستة، يوصل حتى العشرين ولا ثلاثين مرش محوري عن طريق تكنولوجية فالي وبمرافقة ميدانية من البداية إلى النهاية. اليوم رانا عند شركة اللواحات الزراعية بمنطقة أوغروت، مشروع يعني جد ناجح، يعني بتكنولوجيا عالية باستثمار يعني ضخم ما شاء الله، وإحنا رانا مرافقينهم من البداية حتى نهاية الحصاد إن شاء الله. يعني إرشادات ونصائح، الدولة تشجع الفلاحين، تشجع المستثمرين، أنشأت دواوين ديوان تنمية الأراضي الصحراوية من أجل مشاريع عملاقة ومشاريع واعدة، وخصوصا في أن الدولة تولي أهمية بالغة للفلاحة الصحراوية في الولايات الجنوبية التي تتمتع بمساحات شاسعة وخزانات مائية هائلة. أكيد لو كان نطوروا الفلاحة الصحراوية ونمشوا فيها خطوات للأمام، أكيد راح نستغنوا عن استيراد الحبوب إن شاء الله. لم تكن هذه الجهود لتتوج بتاج النجاح لولا الدعم الكبير الذي أخذته الدولة على عاتقها، فقد يسرت الدولة كل صعب ومهدت كل سبيل من دعم مادي ومعنوي لتكون مصباحا ينير الطريق للمستثمرين والفلاحين. وجاءت لحظة التتويج، لحظة تكليل الجهود. إنه يوم الحصاد، حصاد العرق والجهد، حصاد التفكير والتخطيط، حصاد البذل والعطاء، لتتحول الأرض الخصجد من صحراء جرداء إلى حدائق غناء. جينا اليوم تشجيعا لهذه الشركة. الشركة هذه انطلقت على مستوى هذا المحيط اللي تابع للديوان تنمية الفلاحة الصحراوية، وهما الأوائل لهذا الموسم الفلاحي. إن شاء الله احنا رانا هنا باش نشجعوهم ونرافقوهم. كانت المرافقة الثانية عن طريق كان تدعيم في إطار الأسمدة والأدوية، يعني الدولة كان عندها نصيب من التدعيم والمرافقة للشركة وبعض المستثمرين الآخرين المتواجدين. هذا العام هذا جاوهم زوج حصادات لقيام بعملية الحصاد والداس، وكذلك الشاحنات لتنقل المنتوج لنقطة التجميع والتحويل. الدولة أعطت عناية خاصة للجنوب الجزائري، وإن شاء الله يكونوا بعض المستثمرين تكون عندهم يعني الحرقة هذيك باش يجوا ويستثمروا هنا في الجنوب الكبير. احنا ندعوهم للتسجيل والاستفادة في إطار الاستثمار الفلاحي. الهدف من هذا الوثائقي هو نشارككم التجربة تاعنا، ونشجعوا المستثمرين اللي حابين يستثمروا في الجنوب وفي الفلاحة الصحراوية. هي ما هي سهلة، لكن مع وجود التوكل والإرادة والعزيمة والقوة، ومع توجه الدولة ودعمها للفلاحة الصحراوية، بإذن الله راح نحقق اكتفاء ذاتي. بلدنا بلد خير، مازال فيها رجال، بإذن الله نديروا يد في اليد ونخدموا الوطن.
أخيرا وبعد عناء كبير وجهد عظيم سبقه تفكير عميق وتخطيط استراتيجي دقيق، يحلق علم الجزائر في الصحراء معلنا للجميع أن الجزائر تستطيع بفلاحيها ومستثمريها الأكفاء الذين يتحدون الصعاب ويبذلون الغالي والنفيس لنجاح مشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم. تستطيع بأيد عاملة لا تؤمن بالمستحيل، تستطيع بقيادة تؤمن بالطموح وتسعى إليه، وكأن الدولة تقول للمستثمر وللفلاح اقبل وعزم وامضي ونحن في ظهرك معك خطوة بخطوة، لن نتركك حتى يصير حلمك حقيقة.